بينا بقى حضراتكم على اخبار الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي بدا تدريباته بملعب مختار التتش طبعا استعدادا للمواجهات المقبله عقب انتهاء فتره الراحه السلبيه. طبعا الفتره دي كان منحها الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني لكل اللاعبين بعد التتويج بلقب بطوله السوبر الافريقي يوم الجمعه اللي فاتت طبعا على حساب نهضه بركان المغربي. طب نخش برضو بقى طالما اتكلمنا عن الفريق الاول يا كريم، لان المواجهات المقبله من اهمها طبعا مواجهه الاهلي لفريق الترجي التونسي اللي احنا كلنا منتظرينه، واللي اتغير موعدها اليوم 19 يونيو في ذهاب الدور النصف النهائي في دوري ابطال افريقيا، واللي هتتلعب في تونس ان شاء الله، وهتقام المباراه العوده بقى يوم 26 يونيو بالقاهره. الاهلي تلقى خطاب رسمي من اتحاد كره القدم بتاجيل مباراه الاهلي امام ام بي في دور ال 16 لبطوله كاس مصر اللي كان برضو من المقرر اقامتها يوم 4 يونيو الجمعة الجاي تحديدا، وتقرر هنا ان تقرر ان تقام المباراه في موعد يتم تحديده بقى لاحقا. اكيد هنعلن لحضراتكم عن اليوم ده لما يتم يعني تحديده، واكيد هنرجع نقول تاني كل التوفيق للاهلي في جميع مبارياته. زي ما احنا قلنا عدد مواجهات يعني الاهلي والترجي التونسي هم 18، الاهلي يمكن فاز فيها 8 واتعادلوا 3 وفاز فيها لا عفوا فاز فيها 7 والترجي 3 واتعادلوا 8 مرات، فيعني اكيد هتبقى مباراه قويه، ولكن احنا واثقين زي ما بنقول قبل كل مباراه في الجهاز الفني وفي اللعيبه ان شاء الله الفوز هيكون من يعني حليف برضو النادي الاهلي. عايزين بنقرب اهو من العشره يعني بنقرب سيكا كل شويه كل خطوه ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله. امبارح فريق ناشئات